ها؟ لا عرفت كونيكسيون ما طالقه دابا الله، ولكن ما عرفتش واش خدامه مزيان ولا لا. نتمنى إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من مدينة بن حمد. نتمنى أخوتي وأي واحد دخل هذا المباشر يبارطاجيه باش نوصلوا المعاناة ديال هذا السيد اللي هو أب والمعيل الوحيد للعائلة ديالو، هز الزوجة ديالو بنته الأب زوجة الأب، يعني هو المعيل الوحيد للأسرة ديالو، أصبح طريح الفراش بلا دواء. من اللي مرض وهو طريح الفراش لحد الان ما خداش حقه في العلاج، وموريزكو ديال كازا ما درش الواجب وما عطاش حقه في العلاج. بغينا نقولوا لوزير الصحه واش هادشي في خبرك، واش في خبرك بان المواطن تيمشي للمستشفى موريزكو ديال كازا وما كيتسوقوش ليه، ما يهتموا به، ما يدخلوه، ما كيطلعوا عليه، ما تيشوفوا حتى الحاله ديالو الصحيه فين وصلت. كتفوا حاشاكم خماج الريحه، يعني كتشوفوا غير البيت يعني خانزه. مسكين بهذاك المشكل اللي واقع ليه دابا في الكتف ديالو، السرطان كاين خرف الجسد ديالو وما كاينش اللي مسوق ليه. اذا اخوتي شكون اللي مقابله وشكون اللي هز همه؟ هو الاخ ديالو، والاخ ديالو اللي تا هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي تا هو خاص اللي يعاونه، خاص تا هو اللي يعالجه، خاص تا هو اللي يمد ليه يد المساعده. ونزيدكم مر اشنو ثاني يعني الهم، يعني دخلنا لواحد البيت اللي نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يفاجئها لهم. الاب يعني اللي هو كبير في السن عنده الزهايمر، الفقر، هاد السيد خوتي يعني كتعرفوا بان بن حمد خريبكه والنواحي يعني معروفه بحراره مفرطه، زيد عليها عادي الا كنتي مريض فيك غير جرحه عادي الكتف، يعني ما نقدروش نوريو لكم كتفو البشاعة الصورة، يعني الكتف واحد الحفرة غارقة خامجة. مسكين الله يشوف من حاله، تصوروا معي ما يقدر ينعس حتى على شي جهة من غير هكا طاب، حتى ودنيه حتى هي خمجت بسبب انها ديما كينعس غير على بحال هاد الجهة هادي. واش هاد الحالة هادي ملي غادي توصل للمستشفى ديال موريزكو ديال كازا ويشوفوا هاد الحالة ما يدخلوش، ما كياكل ما كيشرب ما كيتعالج، شنو كتقولوا له؟ سير تموت فعلا، صيفطوه باش يموت، علاش ما تعطيوش حقه في العلاج؟ صيفطوه كيتشوى تحت القصدير، شوفوا يعني حتى السقف مسقفين بالقصدير، في حراره مفرطه، في هذاك الجرح وهذيك الغار اللي عنده في كتفه، والمرض ينخر في الجسد ديالو. اذا هنا خوتي تنقول لكم بارطاجيو بارطاجيو، فاحنا جينا لعندو باش نوصلوا المعاناه ديالو للقلوب الرحيمه، لاصحاب القرار، لوزير الصحه، الناس اللي مسؤولين. عيب وعار عليكم، عيب وعار عليكم، يعني واحد السيد تشخصات الحاله ديالو، جاب تحاليل، جاب كل شيء، سير حتى ندرسو الى متى هاد السيد خصو يدخل بعدا يتدار ليه دواء شي حاجه اللي ياكل منها ويشرب منها، شي سيروم شي دواء اللي غادي يبقى بعدا على الاقل على قيد الحياه، يتنظف ليه داك التعفن اللي واقع ليه في هذاك الكتف ديالو. ودنيه اللي قلت لكم خوتي حتى هي خماجت بسبب انه ناعس ديما، هذه هي الوضعيه ديالو. دبانه الا جات عنده ما يقدرش يحيدها، لاحظوا معايا يعني دابا الزوجه ديالو ما بغاتش تبان، هي اللي جالسه لي عند راسو النهار وما طال، وهي كتنشش عليه باش تحيد ليه الدبان. يا الله، اذا خوتي يلاه بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، بغيت يعني يكون البارطاج كثير باش نوصلوا المعاناه ديالو. حنا جينا حتى لعندو حتى لعين المكان باش نوريو الواقع، وهذا هو الواقع ديال المواطن اللي ما عنده فلوس باش يمشي للمصحات، هذا هو الواقع ديال المواطن اللي عنده حقه في العلاج وما كيتعطاه ليهش.
خليكم معايا اخوتي، تشوفوا المعاناة ديال خوه مسكين اللي تا هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تيشوف خوه وقلبه كيتقطع وبقى مكتوف الايدي، ما عارف شنو غادي يدير. مرحبا بك. السلام عليكم، هذا اختي الاخ ديالي، هو كاينين احنا بجوج. هذه مدة كاين غير انت وياه. انا وياه احنا بجوج، هذه 4 شهور وحنا غاديين جايين لميريزكو. داروا لي التحليلة، قالوا لي ان التحليلة غادي تخرج على 10 ايام. ملي دات 10 ايام مشينا سولنا على، قالوا لينا باقة، قالوا لي على سيمانة غادي تخرج. رجعنا على الثاني على سيمانة، صنع ما موجوداش، رجع على سيمانة اخرى. التحليلة دات لينا شهرين ونص، شهرين هذا غير ونص باش تخرج تحليلة. باش تخرج تحليلة. ملي شدينا التحليلة هو حالته غدا وكتدهور. حالته غدا وهي كتدهور. كنت كنمشي انا وياه رجلي برجله، كنمشيو في الكار بجوج نرجعو، نمشي ونجيو. هو قاضية مريض، محدا ويا انت من ذوي الظهر، الاحتياجات الخاصة. قاضية محدا ويا الظهر ديالو، تا مبقاش هو كينوض، نهائيا مبقاش كينوض. وهاد النداء كان وجهه لوزير الصحة، وكان وجهه لسيدنا الله ينصره، اللي كيقول أي مواطن مغربي عنده حق في الصحة، وعنده حق في التعليم، وعنده حق في السكن اللائق. وهذا مواطن مغربي، مواطن مغربي وما شدش ولو شوية من حقه، شوية من حقه من الصحة ما شدوش. شهرين ونص وحنا كنمشيو نجيو على تحليلة، وهذه 4 شهور وحنا غاديين جايين ميريزكو. ملي خرجوا التحاليلات السكانير الراديو وكل شيء، كيقولوا لنا حتى ندرسوه، تالين الله اعلم. واش كتقول لهم؟ راه خويا راه في واحد كنقول الحاله لهم ما بقاش مرتبه. كينوض نهائيا، يقول لك تندرسوا هذه. ملي بدينا معاهم ما عطاوش ولو فانيده واحده، ولو بره واحده دقوا لي ما كايناش نهائيا نهائيا. هذا النداء كان وجهه اللي كيتالم في الصمت. ما بقاش انا كيديني النعاس، ما بقيتش كننعس، الماكله الشهيه تسدت ليا، ما بقيتش كناكل، ما بقيت عارف انا اش كندير، انا ما بقيتش كنعرف اش كندير. وهو اللي هاز الوالد، هو اللي هاز مرت الوالد، هو المعين ديال الدار كامله. ايوا ها هو قدامكم شتي شاد الفراش، وبا تا هو راجل كبير في السن، انتما دابا تشوفوه. ودابا هاد الوالد تا هو مريض، انتما غادي تشوفوه راجل شيباني، وتا هو مصاب بالزهايمر. ودابا هاد الناس ما داروا معانا والو. هذا مواطن مغربي، ودابا هذا عام 2021 وباقي المواطن المغربي كيوقع عليه بحال ما هكا في بلادنا. اللهم اهينا دمرك، اللهم اهينا دمرك، اللهم اهينا دمرك. واخا بالنسبه انا دابا للحاله ما شرحلهاش، شوف يا اختي، ما صورتهاش، خصك تشرحها شنو عنده. عنده دابا الكتف ديالو بقى كيتنفخ يتنفخ يتنفخ، تخرجت منه بلاصه طرقات، طرقات بلاصه اخرى، طرقات بلاصه اخرى. عنده دابا 4 ثقبات في كتفه، اربعه ثقبات كيخرجوا بالماء والقيح، 4 ثقبات. واللي حد الان ما داروش معنا ولو ما تحد شدوا حتى ينطفوا نهائيا، ولا ما عمرهم ما عطاو ولو فانيده واحده. واش هذا 2021 وباقي المواطن المغربي في بلاده كيوقع عليه بحال هكا؟ في بلاد المسيح المواطنين ديالهم ما كيوقعش لهم بحال هكا. وحنا نعم، انت دابا ملي كتديه ليهم تيشوفوا داك الغيره اللي عندك. كانوا كيشوفوهم في الاول ملي كنا كنديو، اما دابا ملي ما بقاش يتمشى وليت كنمشي انا، يقولوا لي تندرسوا الملف ديالو، تندرسوا الملف ديالو تالين الله اعلم، الله اعلم. هذا النداء كان وجهه لوزير الصحه، لوزير الصحه، شوف المواطن ديالك، شوف مواطن المغرب، شوف المواطن ديالنا اشنو واقع ليه. وكنتمنى دابا اي جمعيه ديالك، نمره التليفون ديالي 06 06 63 74 85. عاود اخويا 06 06 63 74 85. كنتمنى شي جمعيه الخير تدخل في اسرع وقت، اسرع وقت، باش نقضوا الاخ ديالي. والله يجازيكم بخير. هنايا دابا كنشوف مسكين دابا ديما هذه الوضعيه ديما ديالو، ملي نعس هو هذه الوضعيه ديالو. الجيم اللي هو صحيح حتى هو طاب بالنعاس، حتى هو ما طاب يقدرش ينعس دابا على داك نهائيا، ما يتقلبش ولو 10 سنتيم، 10 سنتيم ما كيتقلبهاش. الماكله شنو هي الماكله ديالو؟ كندوزو ليه بالتيو، الماكله بالتيو، الماكله بها التيو، هذا الماكله بها التيو. وهذا كان يمشي ويجي معايا الميريزكو ملي كان باقي صحيح، وما داروش معانا والو. هذوك الناس في ميريزكو ما داروا معانا والو، هذوك الناس في النمره 32 ما داروا معانا والو. كيديو فينا ويجيبوا فينا، يديو فينا ويجيبوا فينا، يديو فينا ويجيبوا فينا، هكاك هكاك هكاك، ظلما وعدوانا. يعني كتبقى غادي حتى تزيد عليه غير المصاريف، المصاريف يزيدوا علينا في المصاريف. كيقول لك على سيمانه غادي تخرج تحليله، على سيمانه
دابا خرجت وخرجت التحليله، خرجوا الراديوات، السكانير، كل شيء خرج اللي كنعطيو كيقول لك تنديروا دراسه. الى اين الله اعلم، الله اعلم. هاد الناس هادو الله اعلم. المواطن المغربي ودنو اللي كينعس عليها طابت ليه تايا، ودنو طابت ليه طابت. وهاد الناس هادو المواطن المغربي باقي كيوقع ليه في بلاده بحال ما قال. المواطن المغربي انتم تشوفوا في الحاله ديالو، المواطن المغربي انتم تشوفوا في الحاله ديالو. هيا يعني تشوفوا بان الملك ديالنا الله ينصره عاطي حقه، عاطي حقه كسيدنا الله ينصره. قال اي مواطن مغربي عنده حق في الصحه، عنده حق في التعليم، عنده حق في السكن اللائق. وهذا مواطن مغربي ما عدوش ولو شويه، ولو شويه اللائق ما كاينش نهائيا نهائيا. شويه من حقه في الصحه ما كاينش نهائيا. هذه 4 شهور ونص ما عطاوش ولو فانيده واحده، ولو بلا وحده ما عطاوش لهاد السيد، ولو ما عطاوش نهائيا. هاد الناس هادو، هاد الناس ما داروش معنا تحل نهائيا. هاد الناس ما داروا معنا والو. هاد الناس هادو، هاد النداء كنوجهه لوزير الصحه، هاد النداء كنوجهه لوزير الصحه. راه ما داروا معنا والو هاد الناس. هاد الناس راه خويا كيموت عرق بعرق. انا النعاس راه ما كبقاش كديني في طريقه، ما بقاش كديني النعاس. الماكله الشهيه تسدت ليا. راه ماشي معقول هذا، هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه ماشي معقول. ايوا لا اله الا الله. وشكرا. العفو يا اخي. فهنا مشاهدي قناه شوف تيفي والله دخلنا لواحد البيت تسوده الكآبه الصراحه. الاخ من ذوي الاحتياجات الخاصه، الاب كبير في السن عنده الزهايمر، الاخ يعني مريض وهو المعيل الوحيد للاسره، طريح الفراش، المرض كينخر في الجسد ديالو، الحراره تحت القصدير، يعني كتلاحظوا معنا تحت القصدير حوايجو يعني ما لابسهمش، دايرين واحد الكتانه هكا على داك الكتف اللي كله يعني غيران، تنفسات كلها كتمشي بالكحاشكم وبالدم. الزوجه كل مره خصها تنظف، ولات هي الممرضه، هي تنش الدبانه. دخلنا جلسه عند راسو ما تفرقوش، يعني دبانه الا جاتو دابا دبانه، غير الدبان الا زعجو ما يقدرش يحيد عليه الدبان، خص ضروري واحد يبقى حداه. المراه كتنظفو 5 مرات 6 مرات في النهار، وكيبقى داكشي غير يخرج القيح والدم. 6 مرات 5 مرات. سمعوا خوتي، الزوجه ديالو كتنظف فيه، كتنظفو 6 مرات 5 مرات في النهار، كل مره كتبدل ليه، كل مره كتبدل ليه الزوجه ديالو. سمعوا خوتي، يعني الزوجه ديالو مع الجوج مع الوحده شنو كان واش يبغي يهضر، بغى يقول شي حاجه؟ اييه كينوضها في جوج الليل وحده الليل كلشي. قول له بعد كلمه اللي بغى يقول. هضر خويا، قول داكشي اللي كيألمك اللي كيضرك. هاد الناس داروا معاك شي حاجه ولا لا؟ هاد الناس ما داروا معايا حتى حاجه. هاد الناس خلوني هكا ما عدي تما قاد ندير، ولا فانيده عطاو ليا ولو فانيده وحده. دابا انا تحشيت مثلش قد النوض، سخفه شاداني ميريزو ما لقيتش نمشي ليه. دابا الا بغيت نمشي ليه خاصني السيروم، ولا انا وصلت، الا انا وصلت ما وصلت شيء الحمد لله. هذا صوته، نتمنى يوصل نداء ديالو، نتمنى يوصل. وباش غيوصل خوتي بالبارطاج ديالكم. واش هادشي في خبرك يا وزير الصحه؟ المواطن ديالك ما كيستقبلوش المستشفى ديال موريزكو اللي في كازا، كيتسوق ليهش، ما خداش حقه. قالك ما عطاونيش ولو فنيده وحده ولو ابره وحده، حس براسو لا شيء، ما كيسوى حتى شي حاجه. يعني ملي كيوصل تما ما كيسوى عندهم حتى حاجه، رغم ان الكتف ديالو كله تيجري بالدم والقيح. ولا هاد الناس رحموه وعطوه بلاصه في داك المستشفى على الاقل، بينما درسوا سيادي ديك التحليله، وعلى الاقل نضفوا ليه غير كتفو، على الاقل عطوه غير شي حاجه اللي ترسي عليه الالم، غير شي حاجه اللي تخليه على الاقل يحبس داك القيح وداك الدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله كل مسؤول تسندت ليه المسؤوليه وما قامش بالواجب ديالو، والله الا غادي توقفوا امام الله وغادي تحاسبوا على كل كبيره وصغيره. خذي اختي لا بغيتي تهضري بلا ما تبان، خذي بلا ما تبان. هذه الاخت ديال، لا مراتك انت، دي الزوجه ديالك. ما نسمحوش ليهم، ما نسمحوش ليهم، ما نسمحوش ليهم.
هو اللي هز شيخي وهز مرت شيخي، ما نسمحوش ليه. كان بكي كيتألم كيتألم. انت مرات خوه؟ انا مرات خوه اختي، انا مرات خوه اختي. كنتألم هو كيتألم، انا كنتألم. كنحط الماكله ما كناكلوهاش اختي. كيفاش كان مسكين هو قبل ما يطيح ويمرض؟ كيفاش كان تعامله؟ كيفاش كان؟ الله يعمرها دار. سولي غير الجيران، اي واحد سولتي غيقول لك الله يعمرها دار. كاين اللي كيعرفو كاين اللي كيعرفو. الله يعمرها دار. شتي باش تبكي عليه مرت خوه؟ راه خويا، راه خويا، ماشي راه خويا، خويا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. اما شوفوا محالنا محال هذا الراجل، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. يعني انت الزوج ديالك من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ راجل معاق اختي، انت كتشوفي فيه، انت كتشوفي يعني فيه. وهذا اللي مريض مسكين هو اللي هز الحمل؟ هو اللي هز الحمل، هو اللي كان هز تقول على راجلي، فهمت اختي؟ هو اللي كان هز، هو اللي كان هز عليه اختي. اي حاجه كان الحاجه تقيل هز علينا. دابا ولينا من الله لسيدي ربي والزوج ديالي، ما كاين حتى حاجه يعني. هذا ما كان اختي. يعني لاحظت اخوتي هذه الزوجه ديال الاخ ديالو اللي توا من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كتبكي عليه. يعني ملي سمعته بدات يهضر، غير بدات يهضر بدات تتبكي. قالت لك تنتالم الالم ديالو. اكيد كل اختي كنتالموا لهاد الحاله ديالو، وكنتمنوا يعني من وزير الصحه وصلوا هاد النداء، كنتمنوا من كل مسؤول في موريزكو ديال كازا انهم يتواصلوا بهذا الرقم هذا، يقولوا له جيب لنا نقدوا ما يمكن انقاذه، جيبوا لنا نقيو غير ديك الحاله. واش الزوجه ولات ممرضه؟ الزوجه عارفه تنقي، صبحات هي الممرضه اللي كتنقي ليه، كتفو دوك الغيران اللي تحلوا ليه في كتفو اللي كيمشيو بالقيح وبالدم. صبحات الزوجه هي اللي كتنقي ستة اربعة المرات حتى ستة المرات في النهار. اذا خذوا رقم الهاتف خوتي وبارطاجيوه، ونتمنوا يعني جمعيات المجتمع المدني تدخلوا في هذه الحاله هذه، ربما نقدوا ما يمكن انقاذه. راه عنده بنيه مسكينه، راه كتشوفو كتقد تبكي يعني الحاله اللي وصل ليها الاب ديالها، وكنتمنوا له الشفاء العاجل يا رب. رقم الهاتف 06 06 63 74 85. نعاودها خويا، 06 06 63 74 85. هذا رقم الهاتف خوتي. الى هنا مشاهدي قناه